بعد كده عندنا الكنافه اللي احنا بنجيبها بقطعها كتير قوي مننا بقى. انا مش عارف بيشتكوا موضوع الكنافه ليه، الموضوع سهل بس احنا مشكلتنا اللي احنا بخيله في السمنه. طول ما انت بخيله في السمنه طول ما انت مش هتطلعي كنافه حلوه، انا اللي بلاحظه كده. وموضوع الكنافه لو عايزاته فرمي ناعم وتبقى الكنافه ناعمه معروفه جدا، انت بتسيبيها في الجو بره لحد ما تنشف شويه، وبعد كده بتبداي تاخديها في الكبة عندك، او في ناس بتاخدها في الفريزر وتطلعها تحلها وتحطها في الكبة. دي حاجه ودي حاجه، لكن الكنافه الطريه عمرها ما تطلع لك كنافه ناعمه ابدا. فتنشفيها كده زي ما هي زي اللي معايا دي كده بالظبط قدامك اهيت، وتفرميها في الكبه. لو عايزه تفرميها في الكبه تنعم معاكي. لو عايزه حتى تعملي نابلسيه بيها تقدري تعملي نابلسيه بيها بمنتهى السهوله. يبقى الفكره بتاعت الكنافه ازاي تبقى ناعمه معايا. يا اما تفرميها في الكبه، او مش شرط تفرميها في الكبه لو عايزه اعملها ايه في فورم الطرد زي دي. طيب بعد كده بقوم عامل ايه؟ بقوم واخد عندنا السمنه ديت وابدا ان انا اخد السمنه ديت ندوبها عندي في اللي اتصل عندي على النار، وبعد كده ببدا ان انا احطها على الكنافه ونحطها جوه الفورمه نفسها. اي فورم عندك بقى، فورم التارت او ممكن فورم او صينيه او فورم اللي هي بتاعت التشيز كيك على فكره تشتغل معاكي تبقى زي الفل ما فيهاش مشكله. حاول بس اتاكد ان انا فرمت دي كويس قوي. بعد كده عندي بجيب عندي فرشه وادهن عندي الفورمه اللي انا هشتغل فيها بالسمنه. مهم قوي يا جماعه شويه السمنه بتحطوا في الصينيه قبل ما تحطي الكنافه. حاولي تكتري سمنه لان قله السمنه في الكنافه هي اللي بتبوظ الدنيا. فالناس تفتكر تقول لك ده هتبقى تقيله قوي السمنه كتير، لا هي بتاخد اللي هي عايزاه وبعد كده بصفي منها السمنه اللي انت عايزاها بعد كده. يعني كده كده هتستوي. بعد ما تستوي قبل ما اي حلويات شرقيه بنعمل فيها كده، بنغرقها سمنه وقبل ما تستوي معانا بنقوم مصفين السمنه الزياده اللي فيها. لا في حاجه تانيه افضل، ده انا اعمل ايه؟ عشان تبقى ماسكه معايا افضل ادي السمنه على الكنافه نفسها. زي ما انت شايفة وبعد كده نبدأ ناخدها نبصمها في الفورمة عندنا. ده طبعا أفضل بكتير جدا. هنعمل لها طبعا حرف عشان تبقى زي فورمة الطرد. ونبدا نسويها لحد ما تحمر معايا. بعد ما تحمر معانا هنبدا نعمل لها الحشو بتاعتنا اللي هي بالكريمه. عندي بقى كريمه كاستر، يعني اللي عنده يا جماعه ما عندوش باستر كريم يشتغل بكريمه كاستر. كاستر اللي هو نص لتر لبن على النار ومعلقتين كبار من الكاستر الباودر، وبعد كده بتقومي حاطه عليهم شويه سكر صغيرين وتسيبيه يبرد معاكي. بس بقى عندك احلى شويه كاستر تبداي انت تستخدميه. بصمنا الفورمه كويس جدا والزياده دول نحطهم على الكنافه الثانيه ديت على الفريزر. اي شويه كنافه عندك باقيين في كيس وفي الفريزر بس اتاكدي ان هو مقفول كويس. هناخد عندي الفورمه ديت ونسويها. بعد ما تستوي على درجه حراره 170 زي ما اتفقنا درجه حراره متوسطه هنبدا ان احنا نقلبها ونشوفها. طلع هنبدأ نعمل له الحشو بتاعنا عبارة عن إيه بقى؟ عندي كريم باستري و
الكوباية عليها ثلاث كوبايات من عصير المانجا. قلب يا باشا تقليبة محترمة ليها. وبعد كده نبدأ نضيف عليها ايه؟ ويبنج كريم اللي هي القشطة، أو ممكن نضيف عليها، أو ممكن نحطها بالبستر كده زي ما هي ونحط عليها الفاكهة. وممكن نضرب البسري بلبن، بس اضربيها في فاكهه بما ان احنا عاملين فواكه وكده النهارده، ميكس الفروت اللي عندنا، فانا حاطط فيها مانجا. كريم شانتيه كوبايه على ثلاث كوبايات ونص من الميه اللي بتبقى فيها تلج، او لو حليب يبقى فيه تلج. كده عندي الكريمه جاهزه اللي انا هبدا اشتغل بيها لحشو الايه التارت بتاعنا. بسم الله. هجيب عندي الكيس بتاعنا اللي هنبدا نقطع بيه، وهي مجرد ما الفورمه اصلا تستوي عندي في الفرن بقوم واخدها مطلعها وحاطط فيها الشربات، سايب عليها الشربات من فوق، وبعد كده ابدا ان انا احط عليها الكريمه والفاكهه. احط بس ده، حاضر ده يا حمدي، بس ثواني. تعالى يا باشا. ايه الساعه كام يا حمدي؟ انت بتقلبني ليه يا حمدي؟ لا شغل الصيام ده انا صحيلك، انا بكلم المخرج على فكره يعني، انا صحيلك. ايوه يقول لك ده بالصايم، يلا اطلع فاصل. لا مش كده. ماشي، ادي الكريمه، نبدا ايه نوزعها على الفورمه. الطرت على فكره ده بعد ما طلع خد شربات، يعني سقيت الكنافه ديت بالشربات بتاعنا. تمام. على ما اقطع بقى الفاكهه عم حمدي واروق الدنيا كده واروق حالي، خد يا عم فاصل ونرجع بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وبدأنا ان احنا نشوف عندنا التارت بعد ما طلع وخد عندنا الشربات بتاعنا. ببدأ ان انا اقطع له مجموعة من الفواكه الجميلة اللي موجودة. بجيب عندي الكانتلوب برضو ونقطعه. بصي طالما هتاكليها في يوميها ممكن تشتغلي معاها موز عادي يعني، لو هتشتغلي في يوميها، لو هتحطيها طبعا في تلاجة عرض وكده والجو ده يبقى ما ينفعش تحطي ايه معاها موز. هادي الكنتالوب بتاعنا. تفاح. تمام. بصي انا انا شغال بشكل عشوائي في الحاجه، بس في الاخر بتدي شكل حلو قوي، فركزي معايا في الاخر بقى شوف هتطلع الشكل عامل ازاي. وعمينا الشيش اللي على النار ده الجميل، الروائح الجميله. تقدري تلمعي على فكره بشيلي تلميع فاكهه، او تقدري تلمعي بشربات، شربات يكون تقيل وبارد تقدري انت تلمعي بيه. كيوي. الطرت ده اسمه طرت مهرج. مع الكنافة ده يعني تعمليه دلوقتي وتحطيه في التلاجة، او تعمليه بكره يعني، الوصفه اللي احنا بنعملها بتبقى صعبه اللي انت تعمليها في نفس اليوم، تعمليه بكره تبقى زي الفل ان شاء الله. مانجا طبعا لسه ما طلعتش، طبعا في ناس هتشوف بتشوف مانجا، طب ازاي المانجا في المحلات يا عم محمد اللي بره بيبقوا مخزنينها؟ والله حضرتك بيبقى من السنه اللي فاتت،
بيبقوا عاملين حسابهم اللي سيزون رمضان بيبقى داخل عليهم وما بيبقاش فيه مانجا، فبيحطوها بيقشروها، وساعات بيحطوها مكعبات، وساعات في ناس برضو مصانع بتحطها بالقشر بتاعها بعد ما تغسلها ويبدأوا يخزنوها لموسم رمضان. عشان كده تلاقي في محلات كتير عندها كنافة بالمانجا، والمانجا طعمها طبعا حلو ما فيهاش أي مشكلة. مانجا مش موجودة في السوق لكن متخزنة من السنة اللي فاتت، وفي ناس كتير أعرفهم مخزنين المانجا، يعني لأن رمضان بقى مرتبط بالكنافة بالمانجا. موز، ايه خال حمدي ماشي معايا انت يعني. شويه الموز بقى دول هي يعني هيرطبوا الدنيا قوي. تمام. معانا مع ماشي ماشي يا باشا، انا ان شاء الله اخر حاجه اهوت التفاح، نوقف شويه تفاح على الحاجه ديت، ما سيبش مكان الا ما احط فيه ايه الفاكهه بتاعتنا دي. على فكره لو راح عزومه والله يعني اسهل حاجه تقدري والله تعمليها في البيت، وتقدري تحطي كريم شانتيه تحت شكلها حلو، يعني انت لو راح عزومه صراحه شكلها حلو. خديها كده معاكي وقدميها على الفطار ومش هتاخد معاكي وقت. كنافه بتتعمل تحط فيها جواها كاستر او باستر كريم، وحطيت معاها كريم شانتيه عشان برضو تديها طعم حلو، وبعد كده حطينا الكريمه واخر حاجه خالص الفاكهه بتاعتنا. ما سيبش حته تبان منها الكريمه. انا كنت مخزن شويه فراوله عندي مش عارف هتنفع ولا لا. ماشي، ممكن ناخد حته كده صغيره منها. محتاجين لون احمر، لون لون يعني لون اسمر برقوق مثلا يكسر الكلام ده. اشتغلت اهي زي الفل. فراوله بجيبها وباخد منها العنقود بتاعها الاخضر واخزنها عندي في الفريزر اهيت، فبتطلع عندك بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. بس بعد كده بقوم واخد عندنا الفرشة بتاعتنا، وعندي جيلي تلميع، جيلي تلميع فاكهة. بسم الله. في جيلي تلميع بارد وفي جيلي تلميع فاكهة. لا نلمع بجيلي التلميع. لو الجيلي التلميع اللي انت جبتيه مش عايز يفك على النار بتديله شوية مية سخنين يفك معاكي. في صوت مزيكا جنبي، يعني في صوت كده، في سيمفونيه شغاله جنبي من الشوي. انت بتعمل فينا كده ليه يا حمدي؟ الشربات طبعا في ناس بتسال في الكنترول عايزين يحطوا الشربات التقيل البارد، لكن الشربات التقيل البارد مش هيقعد على الفاكهه، هيسيل من على الفاكهه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الفاكهه مش هتبقى هتدبل على طول وهتسمر، لكن الشربات التقيل اللي انت عايزه ده عم حمدي ده بنحطه خالص، بنحطه بعد الكنافه ما تطلع، بناخد كده المعلقه ونبدا اللي احنا نحطها على طرف الكنافه بس. تمام كده، وده الشكل وده الشكل النهائي عندنا اللي هي طاره الكنافه اللي احنا عملناه بالفواكه قدام حضرتك اهوت.